صباح الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل، وصباح الابتسامه، وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد يوكل مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده ان شاء الله يوم مميز، يوم السوشيال ميديا اللي بنجاوب فيه على اسئلتكم باذن الله. الاسئله بتاعتكم هنشوفها على البوستين اللي نزلوا على حسابات بي ان سي، سواء على الفيسبوك بي ان سي فود او على الانستجرام بي ان سي فود ايجيبت. هنشوف الاسئله بتاعتكم كلها ونحاول ننزل المقادير اللي موجوده او اللي انتم طلبتوها، ونحاول نجاوب على اسئلتكم. ده البوست اللي نزل على صفحه البرنامج البلد يوكل مع الشيف نونا، وكمان في بوست على الانستجرام بي ان سي ايجيبت، البوست اهو. هنشوف الاسئله بتاعتكم ان شاء الله، بس قبل ما نشوف الاسئله بتاعتكم نبدا نجاوب عليها. هنشوف عندنا وصفه النهارده متقدمه من دريم، ومستخدمين فيها النهارده سبريد دريم زي ما حضراتكم شايفين كده، معموله بالبندق، طعمها كويس، وان شاء الله النهارده هنعمل بيها تورتايه. بس شكلها معروف ان التورتايه بتبقى مدوره، لا احنا النهارده عاملين تورتايه على قد ايدينا، بسيطه جدا ومميزه ان شاء الله. بصوا ادي المكون، 2 3 4 5، ممكن كمان نشيل القرفه ويبقى 4 مكونات. يبقى احنا النهارده عاملين تورتايه ب4 مكونات. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها ايه. النهارده هنعمل كيكه القرفه بالسبريد، السبريد النهارده بالبندق ومتقدم من دريم. مقاديرنا سهله وبسيطه جدا، 4 مكونات لو من غير القرفه، و5 مكونات لو بالقرفه، وهتطلع معانا مظبوطه وزي الفل، وهنعملها ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. مقاديرنا هتنزل على الشاشه دلوقتي عشان نكتبها ونصور. مقادير كيك القرفه بالسبريد بتقول ان احنا معانا ايه؟ 4 بيضات، 4 معالق كبار شوكولاته سبريد دريم، كوبايه دقيق منخوله، باكيت كامل من بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من القرفه الباودر. ما بتحبيش القرفه ممكن تشيليها وتحطي ال4 مكونات دول، بس ما فيهاش اي مشكله. هنحشي بايه؟ هنحشي بشوكولاته سبريد دريم، وهنقلب معاها كيلو كريمه لباني مخفوق علشان تدينا اللون اللي هو الكافيه شويه دوت، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. التزيين بتاع التورتايه بتاعتنا النهارده سهل وبسيط جدا وما فيهوش اي مشكله. هنستخدم ايه في التزيين؟ محتاجه قالب شوكولاته دارك مبشور، وقالب شوكولاته ابيض مبشور. اكتر من كده مش عايزه، اكتر من كده مش عايزه. تورتايه سهله وبسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله. الكيك معمول ب4 مكونات، قلت لو انت ما بتحبيش القرفه ممكن نشيل القرفه، ويبقى ادي ال4 مكونات بتوعنا اللي هم دقيق، بيكنج باودر، شوكولاته سبريد من دريم، و4 بيضات. عايزه تحبيها بالقرفه وتكون مختلفه، يبقى حطينا القرفه، يبقى مكوناتنا هتكون بيض، دقيق، بيكنج باودر، قرفه، شوكولاته سبريد من دريم. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي النهارده، وبعد ما نعملها نشوف أسئلة السوشيال ميديا بتاعة حضراتكم ونجاوب عليها. عندي بولة، بسم الله، بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل أول حاجة إيه؟ هحط البيض، حطينا ال4 بيضات، وأروح حاطة معاهم بسم الله 4 معالق شوكولاته سبريد من دريم. حد هيقول لي ما فيهاش مواد دهنيه؟ لا ما فيهاش مواد دهنيه، ولا زبده ولا زيت ولا اي حاجه، لا ولا اي حاجه من ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي معلقه، 2 3، ادي 4 معالق من سبريد دريم بالشكل ده كده، وهنضربهم كويس الاول مع بعض. بس قبل ما نضربهم نصبح على مريم ونقول لها صباح الفل يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامله ايه؟ ايه الاخبار يا شفنونا؟ انا بخير حبيبتي، طول ما انت بخير ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. ربنا يخليك يا رب. الله يسعدك. انا حبيت اصب عليك والله. صباحك هنا وسعيد والله. صباحك انا وسعاده، ربنا يخليك. مفيش صباح احلى من كده ان الواحد يصبح بيكي يا مريم. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، الله يسعد قلبك حبيبتي، نورتيني باتصالك. ربنا يخليك يا رب. الله يسعد قلبك، تسلمي لي. مع السلامه. مع الف سلامه حبيبتي، في حفظ الله، يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا كده عملت ايه، حطيت ال4 بيضات ومعاهم 4 معالق كبار من شوكولاته سبريد دريم، وهضربهم كويس قوي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.
ريحة البندق بتاعتها طالعة في منتهى الجمال. بصوا كده الخليط اهو عندنا، بصوا عامل ازاي لما ضربنا البيض مع سبريد دري. طيب عندي ايه دلوقتي؟ عندي بيكنج باودر وعندي كوباية دقيق، ولازم كوباية الدقيق تكون منخولة، لازم تكون منخولة. انا خلاص مش هستخدم المضرب كده، مجرد ما احط الدقيق هروح خلطة على طول بمضرب سلك عادي يدوي. لو انت ما عندكيش اصلا مضرب كهرباء ما فيش اي مشكلة، ابدأي العملية من اولها او الموضوع من اوله خالص بمضرب سلك من اللي هو اليدوي دوت. واحنا بننخل الدقيق مع البيكنج باودر مع القرفة، هكلم حبيبة اقول لها صباح الفل. يا حبيبة الو، صباح الهنا. صباح النور، انا بحب قوي يا شيف نونا. حبيبتي تسلميلي وما تحرمش مني، بحب كل اكلاتك. الله يسعدك يا رب، تسلميلي ما تحرمش مني. وماما واختي بيحبوكي حبيبتي، ربنا يخليهم لك يا رب ويخليكي ليهم. قولي لي عايزه اي حاجه؟ عينيا الاثنين بس كده تأمريني. ليكي طلبات تانيه؟ لا انا بحبك قوي وانا كمان بموت فيكي يا حبيبتي، تسلميلي يا رب. نورتيني يا حبيبه، العفو، مع الف سلام، نورتيني. اول سؤال معانا هو يا ايه النهارده طريقه السويس رول؟ عينينا الاثنين، حاضر. بصوا كده حطيت البيض مع سبريد دريم وبعد ضربتهم كويس قوي بالمضرب، وبعد كده رحت نخله كوبايه دقيق مع باكت كامل من البيكنج باودر مع معلقتين القرفه. قلت لو انتم مش عايزين القرفه ممكن نشيلها ونخليها بالاربع مكونات دول بس. بصوا كده نلم كل الجوانب كده علشان ما يبقاش في حاجه ما خدناهاش، والخليط يبقى معانا. بصوا ولا اي تكتلات ولا اي حاجه. حد هيقول لي يا نونا هي كده ما فيهاش ولا زبده ولا زيت ولا اي حاجه خالص ولا اي سوائل؟ الاعتماد كله على البيض والبيكنج باودر والسبريد من دريم والدقيق. ريحه القرفه كمان لما اتحطت مع السبريد بالبندق ريحتها في منتهى الجمال. كل اللي انا محتاجاه دلوقتي صينيه مربعه فيها ورق زبده، والفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 قبل ما ابدا اعمل اي حاجه خالص. وهعمل كده ونروح حاطين الخليط بتاعنا على ورقه الزبده اللي احنا عاملينها واحنا بنصبح على ريم، وبقول لها صباح الفل يا ريم. صباح الفل والهنا والرضا يا نونا. صباح الهنا والجمال على عيونك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، الف 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 مليون سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلم عمرك يا رب، ما تحرمش منك ابدا، تسلميني. ربنا يخليكي لينا وما نتحرمش منك ولا من ضحكتك ابدا يا رب. ربنا ما يحرمنيش منكم ويديمكم نعمه في حياتي دايما يا رب، اللهم امين. احلى شيف في الدنيا وفي العالم. الله يسعد قلبك يا رب، يكبر بخاطرك، ما تحرمش منك ربنا ابدا. ربنا يخليكي لينا يا شيف نونا، ما تحرمش منك يا حبيبتي. كنت عايز اطلب من حضرتك طلب. 10 طلبات مش طلب واحد، اموريني. حضرتك اول امبارح كنت بتعملي طواجن المكرونه، الطواجن دي استخدمها ازاي؟ يعني انا لسه جايبه طواجن، تمام، احطها على طول في الفرن ولا استخدمها ازاي؟ جايباها جايباها اللي هي فيها الطبقه اللي بتلمع، ولا اللي هي على على نفس اللون بتاعها اللي هو المطفيه؟ عينيا، حاضر عينيا، حاضر هجاوب عليكي في فقره السوشيال ميديا. عينيا ممكن حاجه كمان معلش؟ اموريني. ممكن يا ريت حضرتك تبلغي القناه ان هم يطلعوا شيخ محمد ابراهيم على الهوا، مش على الهوا زي حضرتكم كده؟ والله هم اكيد سامعين حضرتك وعينينا الاثنين، حاضر اكيد هوصلهم، بس ده قرار اداري. والف مليون سلام عليك يا الله يسلم عمرك يا رب، ما تحرمش منك ابدا، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. عندنا ايه كمان سؤال اهو عن الطواجن عشان نجاوب عليهم ان شاء الله. بصوا كده حطيت الخليط بتاعنا في صينيه مربعه او صينيه مدوره زي ما انتم عايزين، بس اللي خلاني عملتها في صينيه مربعه ان انا التورتايه بتاعتنا النهارده هتكون مربعه وشكلها ان شاء الله هيعجبكم. هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 واحنا بنتكلم مدام ميرفت وبنصبح عليها ونقول لها صباح الهنا. الو الو الو، صباح الفل. ايوه صباح النور. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عاملة ايه؟ مدام نونا مع حضرتك. صباح الفل والورد والنور عليك يا مدام نونا. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عاملة ايه؟ الله يخليك. معلش كنت عايزة اسألك على حاجة بالنسبة مورين. انا عملت اللانشون، تمام، وبالظبط زي حضرتك ما قلتي، تمام، وبعدين طلع خفيف جدا، تمام، كان في متصل قبل كده قال لحضرتك على الموضوع ده، فقلت له طب زودي جيلاتين. بالظبط جبتي جيلاتين تاني، تمام، وحطيت له معلقتين كبار او حوالي معلقتين ونص كبار، تمام، برضك طلع خفيف خالص. طيب يعني حطيتيه في الثلاجة قد ايه؟ حوالي 6 أيام، مش عارفة أعمل إيه، مع إن أنا عاملة كمية صغيرة، تمام، حوالي 400 جرام 400 جرام فراخ، تمام، زودتي السوائل بتاعت الشوربة وأنتِ بتضربيه؟
لا لا ابدا والله. كان الخليط نفسه اصلا تقيل ولا كان خفيف وانت بتعمليه؟ لا كان تقيل. كان تقيل زي ما حضرتك عملتيه بالظبط. نفس السمك اللي انا عاملاه؟ اه. طيب بقاله قد ايه في التلاجة؟ انا بقالي كده حوالي 6 ايام، لدرجه اخدت الازازه حطيتها في الفريزر. لا ما ينفعش في الفريزر، في الفريزر. في الفريزر بعد ما تفك ابص عليها هيسيله تاني. بالظبط، ما هو مش هينفع في الفريزر، هو لازم في الثلاجه عشان لما حضرتك تيجي تقطعيه يتقطع معاكي بكل سهوله. ويفضل متماسك معاكي زي ما هو. تمام. طيب بس عموما انا حطيت له جيلاتين تاني، اجي اعمل ايه فيه بقى لحد دلوقتي؟ خليه في الثلاجه لحد ما يمسك براحته، لان هو كده كده مشكله جيلاتين. ادام السوائل مش كتير والسوائل والخليط نفسه طلع مظبوط وطلع تقيل، يبقى المشكله في الجيلاتين نفسه. بس عموما انا هعمله لكم تاني، لان في ناس حبايبنا كتير طلبوه باللحمه كمان، فانا هكرر الحلقه تاني وهكررها باللانشو الفراخ واللانشون اللحمه، وهقول لكم ازاي تظبطوا درجه الجيلاتين بالظبط، وهقول لكم على اسم جيلاتين تجيبوه معين علشان يربط معاكم على طول. وباذن الله بجرب لسه حاجه، مش عيب ان انا اقول بجرب، مش عيب ان انا اقول بتعلم، ومش عيب ان انا بقول باخد كورسات، ومش عيب ان انا بقول بشتغل على نفسي. ده كله انا شايفاه ان هو مش عيب خالص بصراحه، دي حاجه تتحسب لي مش تتحسب عليا. في حاجه ثانيه انا بجربها، مواد رفض غير الجيلاتين وغير الدقيق والنشا، فانا بجربها بس ان شاء الله تظبط معايا. وباذن الله الحلقه الجايه اللي هعملها لللانشون سواء لحمه او فراخ هلاقي لكم حاجه غير الجيلاتين خالص تظبط معاكم وتطلع معاكم النتيجه ان شاء الله مضمونه. طيب نرجع لوصفتنا. عملنا الكيك بالاربع مكونات بتوعنا. طب اقول بس حاجه، تسلمني ما تحرمش منك يا رب. عملنا الكيكايه اللي هي بالاربع مكونات لو احنا هنشيل القرفه، ولو بالخمس مكونات اللي هم لو هنحط القرفه، اللي هم كانوا ايه؟ كوبايه واحده من الدقيق، ولازم تكون منخوله، باكت كامل من البيكنج باودر، اربع بيضات، معلقتين كبار قرفه، ومعانا طبعا نجم حلقتنا النهارده وهو شوكولاته سبريد من دريم. حطينا منها اربع معالق مع البيض وضربناهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده دخلنا عليهم الدقيق والقرفه والبيكنج باودر. مش عايزين القرفه ممكن نشيلها، ما فيهاش اي مشكله خالص، هتطلع معانا برده زي الفل. حطينا القالب بتاعنا وحطينا فيه ورق زبده وحطيناه في الفرن، درجه حراره 180، مش هتاخد بكتيرها قوي، مش هنوصلها 35 دقيقه، لا من 20 ل 25 دقيقه، علشان السمك بتاعها اصلا مش هيبقى كده، لا هيطلع بالظبط الشكل دوت كده. فمن 20 ل 25 دقيقة ونبدأ نختبرها. طيب احنا قلنا الحشوة بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن كريمة لباني مضروبة بالشكل ده كده، وهحط معاها معلقتين ثلاثة من شوكولاتة سبريد من دريم، وهقلبهم مع بعض عشان تديني اللون الكاكاوي الفاتح. وده التزيين بتاعنا، شوكولاتة بيضة مبشورة وشوكولاتة دارك مبشورة. ودي الكيك اللي احنا عاملينه بنفس مقاديرنا، بس طبعا كنت عاملاها في صينيتين كده، انا هوسطنهم طبعا واعملهم كلهم مقاس واحد، بس كان لازم يبردوا، ما ينفعش اطلع الكيكايه واستخدمها سخنه، عشان كده عملنا منها قبليها عشان تبرد خالص، ونبدا ان احنا نشوف هنغلفها ازاي. تعالوا بقى نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل اوريكم احنا هنقص دول على بعض ازاي، او نفس المقاس ازاي عشان تطلع لنا تورتايه مربعه، ونشوف هنغلفها ازاي، ونشوف الشكل النهائي باذن الله هيكون عامل ازاي. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنيكم. ورجعت من الفاصل، تعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه ونطلع تورتتنا شكلها عامل ازاي. بصوا دول كانوا صينيتين كبار عندي، الاتنين مش قد بعض، هقف؟ لا مش هقف، عملت الصينيتين مش مشكله، الزوايد اللي بتفضل هستخدمها برده. رحت حاطه الصغيره على الكبيره بالشكل ده كده، تمام، وهبدا ان انا اقص الاتنين قد بعض. بصوا كده. طب الزوايد اللي انت بتقطعيها دي هتترمي؟ مفيش حاجه عندنا بتترمي، ده انا هستخدمها في التزيين بتاع التورتايه بتاعتي. اهو دول اهم كده عندي الكبه، وهروح حطاهم كده اهي. ما عنديش كبه، مش اي، ما فيهاش اي مشكله، افركهم بايديا كده اهوت، هيتفتفتوا في ايدي، ما فيهاش اي مشكله، هنحطهم دلوقتي لما يجي وقتهم. طيب دلوقتي اهم بقى عندي الكيكتين زي بعض، واروح عامله كده عشان انا هعملها مثلا اربع رقات بالشكل ده كده. تمام ماشي، تمام بقى عندي اهو اربع رقات من الكيكايه بتاعتنا، وهتلاقوا واحده يعني دي كده اهوت ادخل من اللي تحتيها، علشان ده كان صاج اصغر من دوت، فدي اكيد الصاج الاصغر هيطلع اعلى. وعندي طبق التقديم اللي هعمل فيه على طول. هعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هروح جايبه كده حته من الكريمه بتاعتنا، واروح احطها في الارض كده بالشكل ده، تمام، واروح ماسكه
الجزء ده كده واروح عامله كده. مش هيتسقسق حاجه، هقول لكم هيتسقسق ايه دلوقتي. حلو، انا كنت قلت لكم ان انا هحط السبريد بتاع دريم على الكريمه اللباني وهحشي بيه، بس انا فكرت فكره ثانيه بصراحه. هعمل كده عشان تبقى السبريد داخله فيها كلها. بسم الله. هروح واخده معلقتين من الشوكولاته بتاعتنا واحط عليهم شويه ميه سخنه. ليه؟ علشان انا عايزاها تفك معايا، وهي دي اللي هسقي بيها التورتايه بتاعتنا كده اهي، وعليها شويه ميه سخنين علشان اسيلها خالص. بسم الله. هسيحها خالص كده وابدا اسقسق بيها الكيكايه بتاعتنا بالشكل ده كده. بصوا افككها خالص، انا عايزاها تبقى سايله علشان اسقي بيها، عشان يبقى التطعيمه بتاعت السبريد داخله برضو مش في الخليط بس، لا في التسقيه كمان بتاعه الكيكايه بالشكل ده كده. بصوا دابت خالص ازاي، وهبدا اروح جايبه شوكه واعمل كده عشان الكيكايه من جوه نفسها بعد ما احشيها بكريمه تبقى طريه كده معايا وتبقى دايبه في البق. وادي السبريد ده اهو بعد ما دوبتها، وهبدا ان انا اخد على طول بالشوكه بالفرشه اسفه وابدا ان انا اسقسق الكيكايه بتاعتنا واحنا بنصبح على ام ابراهيم من السودان. صباح الفل يا ام ابراهيم. صباح الخير مدام نونا. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ شكرا شكرا على كل حاجه بتعمل. انا عملت اللانشون طلع تحفه حبيبتي، سودانيه كتار جدا جربوه طلع تحفه يا مدام نونا. طب قولي لي عملتي ايه؟ طيب ايه اللي عملتيه بالظبط علشان حبايبنا اللي عندهم معايا مشكله؟ ما هي المشكله خدته في الفريزر، انا خدته في الثلاجه وصبرت عليه صبرت. وكل السودانيه هنا اديته ليه قالوا لي اشكرك حبيبتي. والله تحفه يا شبنونه حبيبتي، وعملت فيه واحد زيتون حلقات وبالفيل طالع تحفه حبيبتي. تسلم ايدك، تسلم ايدك وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. الله داري اسالك يا شبنونه، اقول اغسله ولا ما اغسله؟ لا ما بغسلوش، ما اغسله. لا لا، بعد ما تقشريه تروحي ماسكه فوطه من فوطه المطبخ النظيفه كده القطن، تروحي منشفاه بيه كويس قوي علشان لو حطيتي له لو غسلتيه هيمزلق في ايدك ومش هتعرفي تقطعيه. ده اولا. ثانيا هينزل كل الفوائد اللي فيه في الميه، فما تغسليش القلقاس. طيب ماشي، شكرا. العفو حبيبتي، نورتيني نورتيني باتصالك. بصوا كده بناخد الكريمه اللباني. بصوا بعد ما سقسقنا بالسبريد وفكيناها بميه سخنه مديانا تطريه حلوه قوي، وهتبقى مديه كمان تطعيمه حلوه قوي للكيك. بصوا الكريمه اللباني بقى، عايزين تعملوا كريم شانتيه، عايزين تعملوا كريمه لباني زي ما انتوا عايزين، بحطها بالشكل ده كده. حد هيقول لي خدت من الشوكولاته بتاعت التسقيه، ما فيهاش اي مشكله. بعمل كده، وعلى فكره مش عايزاها ان هي تبقى مظبوطه يعني، لان انا كده لسه كده كده هغلف الجوانب، فمش شرط ان هي تعملوها. احنا قلنا ان احنا دلوقتي بنعمل كيكايه باسهل طريقه، مش عايزه حد بروفيشنال قوي او عنده خبره قوي في الكيك والكلام ده كله، لا احنا بنعمل باسهل طريقه. بصوا كده هروح حاطه الناحيه الثانيه بالشكل ده، وابدا ان انا اغرز بالشوكه علشان برضو اسقسق الكيكايه او اسقيها بالسبريد اللي احنا دوبناه في شويه ميه سخنه عشان تديني سيوله وتديني تطريه للكيكايه نفسها وتطعيمه في منتهى الجمال. بصوا بصوا عامله ازاي، ان انتوا تيجوا تاكلوا حته الكيك او حته التورته اللي بنعملها دي هتبقى طعمها في منتهى الجمال. بصوا هتتشرب بقى منها وتطلع حلوه جدا، تبقى دايبه كده في بقكوا دوب بالشكل ده. وابدا ان انا اروح حاطه طبقه تانيه من الكريمه اللباني اللي احنا ضربناها، وتكرروا العمليه دي لحد ما تخلص طبقات الكيك. عايزين تعملوها بقى اربع طبقات اكتر من كده، بس هي يعني حلاوتها في ان هي اربعه كويس او هتطلع معاكوا شكلها في منتهى الجمال. بصوا كده، ونكلم ام اسحاق. صباح الفل يا ام اسحاق.
صباح النور. صباح الهنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي. انا بخير تسلمي. على فكره اول مره اتكلم معاكي، وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني على طول باتصالك. طب حضرتك هسالك سؤال بس في الرؤى اللي انت حضرتك مره عملتيه المدور ده. تمام. بلتيه بميه وبزيت. بليناه الرؤى. انهي رؤى طيب؟ عشان احنا عملنا كذا نوع رؤى. رؤى نهريه كنت عاملاه زي الكحك كده مدور. اللي ملفوف جوه بعضه؟ ايوه. ملفوف جوه بعضه عامل زي قرصه السميد. أيوة. كده. ايوه. عملناه كان بحليب وبزيت، وكان معاه كوبايه زبادي متهيألي. حليب وزيت بلتيه بحليب وزيت؟ اه. طب لو فرضا انا عايز اعمل صينيه مثلا، صينيه اقبله برضو بالطريقه ديت؟ ممكن تبليه برضو بالطريقه دي، مش فيهاش اي مشكله. طب بصي، بقول لك يا ام اسحاق، انت نعم. هتعمليه النهارده ولا تعمليه امتى؟ النهارده ان شاء الله. لو كنت هتعمليه بكره، انا بكره عامله رقاق طري بطريقه مختلفه وبدهان كمان مختلف، بس ادام هتعمليه النهارده، حتى لو هتعمليه صينيه اعمليه زي الحشوه دي كده عادي، ما فيهاش اي مشكله. نورتيني باتصالك. بصوا كده برضو بخرم بالشوكه وابدا ان انا اسقسق بالخليط اللي احنا عاملينه. هي كده مظبوطه؟ تمام. ايه دي اهي، كل اللي طالع من الحروف دوت، كل دوت لسه هيتساوى لان هيتغلف برضو بالكريمه اللباني اللي احنا ضربينها بالشكل ده كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص، واشتغلي بهدوء ما فيهاش أي مشكلة. لو قمتي دلوقتي بعد الحلقة عملت الكيكاية وعلى آخر اليوم كده وسبتيها بردت خالص، وعلى آخر اليوم بدأتي إن أنت تشتغلي فيها، هتبدأي بالليل تلاقيها معاكي في منتهى الجميل. صنف حلو جدا جدا جدا، جربوها ومش هتندموا. بالشكل ده كده، قلت لكم الشرط إن هي تكون مظبوطة، اهم حاجه بتملوا ويكون الخليط متساوي. يعني ايه متساوي؟ يعني طبقه متساويه، عشان لما اجي احط الكيك ما يبقاش فيه حته عاليه وحته نازله. بالشكل ده كده اهو، كل ده بعد كده هيتحط مع الكيك ويتظبط. بصوا كده، اهم حاجه بقى حته التغليف ديت هي اللي بتفرق في شكل الكيكايه. بالشكل ده كده، حتى لو حته نزلت ما فيهاش اي مشكله، لان كل ده بقول لكم لسه هيتغلف من بره اهي كده. اهم حاجه عندي ان هي يكون العلو بتاعها واحد. يعني ايه العلو بتاعها واحد؟ يعني ما يبقاش حته طالعه وحته نازله. حتى لو الكيك بتاعنا حته مثلا من الجنب هابطه مثلا وحته عاليه، نظبطها بالمقدار بتاع الكريمه نفسه. بسم الله. دي اخر طبقه اهي، بصوا، علشان يبقى كله مظبوط وسوا واحد. كل اللي انتوا شايفينه نازل من الجناب ده ومن هنا ومن هنا، كل ده هيتغلف بالكيك. طيب اخر طبقه من الكيك ما بحطلهاش سقسقه، يعني ما بخرمهاش واديها الاسبريد اللي احنا بنعمله اللي مدوبينه في ميه سخنه، لا بسيبه زي ما هو كده علشان احط عليه الكريمه على طول. هبدا ان انا احط الكريمه وابدا بقى ان انا ايه من الجناب ومن كله. بصوا كده ابدا اساوي ده كده وابدا اهو، بصوا، واغلف علشان اداري كل الجوانب بقى كده. وعلى الوش لازم الطبقه بقى اللي على الوش دي ما تبقاش عاليه زي اللي احنا عاملينه، لا يا دوب بس انا عايزاها ان هي تدي بس كده، علشان هديها تزيين دلوقتي في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا ان شاء الله. كده الف كده اديري كل اللي باين اهو كده. عايزه اللي على الوش طبقه خفيفه ما تبقاش تقيله بالشكل ده كده. وبعد ما بتخلصي خالص تغليف ممكن تحطيها في الثلاجه تمسك، وبعد كده تنقليها على طبق التقديم ونبدا ان احنا نزين. تعالوا نطلع فاصل على ما اكمل التغليف بتاعها وانقلها في طبق التقديم على طول، علشان حته التزيين اللي على الوش دي عايزه بقى ايه هدوء كده وتشتغلي بالراحه وبروقان علشان يطلع معاكي الشكل اللي احنا عايزينه.
شكل بسيط جدا. هنعمله ازاي؟ هنعمله بالشوكولاته البني والشوكولاته البيضة. هنعمل التورتيه بتاعتنا شكل مختلف خالص وهتطلع معاك ان شاء الله زي الفل. تعالوا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكمل تزيين التورتيه بتاعتنا ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. هو هتروحوا في اي حته ومستنياكم بعد الفاصل. ورجعت بعد الفاصل، علقنا التورتيه بتاعتنا، شلناها من الطبق اللي كنا بنزين فيه وحطيتها على قاعده بالشكل ده او اي طبق انتوا عندكم عايزين تزينوا بيه. طيب واحنا بنعمل الكيكه بتاعتنا عملت ايه؟ انا خدت الزوايد رحت حطاها في الكبه علشان بصوا انا عايزه اجيب لكم طبق عشان تشوفوه. بصوا كده دي الزوايد بتاعتنا اللي خدناها من الكيكه. بصوا بودر خالص ازاي؟ منتهى الجمال اهي. تمام، هروح واخده ايه؟ هروح واخده حبه شوكولاته ابيض وحبه شوكولاته بني وهقلبهم كده على بعض. بصوا درجات الالوان عامله ازاي. يبقى انا كده استفدت بالكيك، لو ولادنا مش هياكلوه يبقى انا استفدت بيه ان انا ازين بيه. طيب ده التزيين. عايزه اوريكم حاجه، بسم الله، الكيكايه اللي حطيناها في الفرن انا خبرتها في الفاصل وطلعت استوت، رحت قافله الفرن وسبتها زي ما هي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. بصوا كده تهدى شويه واطلعها لكم بورق الزبده واقطعها لكم من جوه وتشوفوا شكلها. طيب دلوقتي نرجع لتزيين التورتيه بتاعتنا. عملت ايه؟ بواقي الكيك ضربتها في الكبه ومعاها شوكولاته بيضه وشوكولاته بني، وبصوا كده اهي، ونصبح على اميره ونقول لها صباح الفل يا اميره. اللي بينزل ده كله هيتلم تاني ما فيهاش مشكله. صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ صباح الخير. صباح الهنا، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما تكوني بخير. بحب اكلك كلها يا شيف نانا. حبيبتي الله يسعدك، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي. انا عايزه انا بفطر بيت عامله كيكه بالسنجيه. عينيا الاثنين. انا عايزه اعملها وازينها بكريم شانتيه وحلو كده. عينيا الاثنين، بس كده تأمريني؟ ليكي طلبات ثانيه؟ لا شكرا. نورتيني يا حبيبتي باتصالك، عينيا الاثنين حاضر. بصوا كده ده انا عملته من التورتايه، ببدا ان انا احطه في الجنان. طب واللي بيقع ده يا نونا ما فيهاش اي مشكله، بصوا بنضف كده والرخامه بتاعتي نظيفه وزي الفل ومخمخ يعني ممسوحه كذا مره في الفصل، بروح واخده واكمل الباقي اهي. بصوا كده الناحيه الثانيه خلاص ناقص دي اهي. يبقى انا كده خدت من الكيكايه نفسها ورحت مزينه علشان ما فيش حاجه تترمي مني اهي. دي طريقه سهله جدا لتزيين التورت، ما فيهاش اي مشكله. وبعد ما باخد الجنب اروح عامله كده ينزل وانضف المكان بتاع التورتايه بمنديل اهو، الرخامه بتاعتي نظيفه. وطبعا يعني المطبخ عندنا في البيت نفس النظام، انا بشتغل زي ما بنعمل في البيت بالظبط. طيب كده انا زينت الجوانب كلها، اجي بقى للتزيين بتاع الوش اللي انا قلت لكم هنستخدم فيه شوكولاته بيضة وشوكولاته بني بس. بصوا كده عندي عود من الخله وهروح عامله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده بطريقه سهله وبسيطه خالص اهي. عملت بالعرض وابدا ان انا اعمل خطوط بالطول اهي.
أربعة. ماشي نعملها على أربعة برضو. كده بقى عندي مربعات طول وعرض. طيب بمعلقة كده وأبدأ إن أنا أعمل كده. ونصبح على نجلاء ونقول لها صباح الفل يا نجلاء. صباح الف فل حبيبتي. صباح الهنا والجمال على عيونك يا حبيبتي. عامله ايه؟ ازيك يا شيخ؟ انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير. ما تحرمش منك يا رب. جدا والله. الله يسعد قلبك. ما تحرمش منك ابدا يا رب. تسلمي. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يبارك لك على كل اللي بتعمله. حبيبتي ربنا يبارك لك. ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. استاذنك والله في رقم تليفونك او تاخدي رقم الكلمين ضروري بعد الهواء. اموريني عينيا الاثنين. يا ايه خدي عينيا الاثنين. حاضر. ربنا يبارك لك حبيبتي. نهارك زي الفل يا حبيبتي. مع الف سلامه. في حفظ الله يا ماما. مع السلامه. بصوا يبقى كده عملنا مربع ابيض مربع بني مربع ابيض مربع بني زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما بتخلص التورتايه كلها اهي. وبمعلقه كده علشان يطلع المربع مظبوط. هنا بني يبقى الناحيه دي على طول بعديه ابيض. نحاول بقدر الامكان يبقى جوه المربع اللي احنا عاملينه بالخله كده. سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. طب نون انا ما عنديش شوكولاته من الخام ديت ولا ابيض ولا بني وعايزه اعمل نفس التورتايه وازين الوش بتاعها اعمل ايه؟ لو عندك حبه مكسرات شايلاهم من رمضان اعملي مثلا سوداني وجوز هند. اعملي لو عندك سوداني وفوزدو عشان يبقى اللونين مختلفين ما فيهاش اي مشكله. عندك حبه جوز هند وعندك الوان اللي هي الزيت اعملي سمي الجوز الهندي على لونين مثلا اخضر واحمر اصفر وازرق بني واحمر زي ما انت عايزه. يبقى انت كده لو انت جوز الهند بالوان طبيعيه صالحه للاكل وفي نفس الوقت ما جبتيش ولا مكسرات ولا شوكولاته يبقى احنا وظفنا الحاجه اللي موجوده عندنا بالشكل ده كده لحد ما بتخلص الكمية كلها أو المربعات بتاعتنا كلها وتحطيها في التلاجة تجمد وبعد كده تطلعيها تقطعي منها وصحتين وعافية على قلبك يا رب. التورتاية بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة ما خدتش مننا وقت ولا مكونات زيادة. هي الحكاية كلها في أربع مكونات. عينيا الاتنين أنا خلصت. الحكاية كلها في أربع مكونات كانت عبارة عن أربع بيضات ومعاهم كوباية من الدقيق المنخول ومعاهم كمان باكت كامل من بيكنج باودر ومعاهم اربع معالق من شوكولاته سبريد دريم. تعالوا بقى نطلع فاصل. نرجع من الفاصل نشوف اسئله حبايبنا النهارده اللي طلبوها مننا ايه واكون خلصت بقيه التورتايه ونرجع نشوف في اخر حلقتنا نقطع منها قطعه كده ونشوف شكلها من جوه هيبقى عامل ازاي. شويه صغيرين وراجعين اوعوا تروحوا في اي حته ومستنياكم. رجعنا من الفاصل. التورتايه بتاعتنا ما شاء الله اهي. وعايزه اقول لكم كمان اللي احنا عملناها مع بعض اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا حاجه في منتهى الجمال. نعملها عملناها باربع مكونات. لو انت مش عايزه القرفه تشيلي القرفه وتعمليها زي ما هي كده طبيعيه جدا اهي. لو انت هتاكليها جنب الشاي هتعمليها تورته زي ما انا ما عملتها كده يبقى هنعملها زي ما عملناها. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الاسئله بتاعتكم على صفحه البرنامج البلدي يوكل مع شيف نونا ونشوف اسئلتكم ومقاديركم اللي طلبتوها النهارده ازاي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. معانا البوست هينزل يا حمدي ولا نتكلم؟ تسلم لي.
ده البوست اللي هو بتاع صفحه البرنامج البلدي وكان مع شيف نونا. هنشوف الاسئله دلوقتي اللي عليه، وكمان هنحاول ناخد اسئله من اللي موجوده على البوست اللي موجود على الانستجرام زي ما حضراتكم شايفينه كده، بي ام سي ايجيبت. ونشوف دلوقتي بقى اول سؤال معانا ايه. اول سؤال معانا على صفحه البرنامج بيقول من نونا اسماعيل، صباح العسل عليك، انا بحبك وبتابعك على طول بس عندي سؤال صغير. ايدك ما شاء الله عليها جميله، اللي يشوفها يفكرك مش بتعملي حاجه بيها. انا ايدي كانت كده قبل ما اتجوز، قولي بتستعملي كريم ايه او بتعملي لها ايه، ربنا يا رب يبارك فيكي ويخليكي على طول حلوه وصغيره وجميله كده على طول. هو سؤال غريب شويه بس انا هجاوبك عليه، وانتوا عارفين انا قلت لكم من اول ما بدانا البرنامج ان البلدي يوكل او البرنامج اللي احنا بنقدمه مش اكل وبس، احنا بنقدم كل حاجه تخص ست البيت، من كل حاجه، من منظفات لادوات لاستخدامات شخصيه هقول لك عليها حالا دلوقتي. بصي هو في فعلا حاجه انا بستخدمها لايديا على طول، بس هي اهم حاجه ان هي مش من اول مره مع المواظبه عليها بتجيب نتيجه زي الفل. هشوف لو مكونات اللي انا بعملها لايديا موجوده في المطبخ. ايه ايه معايا؟ طيب عايزه معلقه بن ومعلقه سكر ونص ليمونه، ويا ريت يكون عندنا زيت لوز، لو ما عندناش زيت لوز هاتيلي زيت زيتون معلقه برضو. تسلمي لي يا رب. المكونات لو موجوده عندنا في المطبخ اما نرجع من الفاصل هعمله لكم واوريه لكم شكله عامل ازاي. حلو جدا، اهم حاجه ان انت تدعكي بيه ايديكي بالليل، بالليل ما تعملهاش الصبح وتبداي ان انت تشتغلي في البيت وتخشي تصبني مواعين وتشتغلي في اكل والكلام ده كله، لا اعمليه قبل ما تنامي على طول. بتمسكي اما لا اشوف بس المكونات موجوده ولا لا، وهعمله لكم ان شاء الله. طيب نشوف ايه سؤال تاني. هنا عبد الله، الف سلامه عليكي يا قمري، نفسي اتعلم عمل الفطير المشلتت مع العلم ان جبت الطريقه من النت وعملته ما طلعش حلو ومش مورق، يا ريت تعمله لنا على الهوا. عينيا الاثنين، حاضر انا عملته كتير بس عينيا الاثنين. الاسبوع الجاي ان شاء الله ليكوا حلقه عن الفطير المشلتت بكذا طريقه وبكذا مكون مش مكون واحد. عينيا الاثنين، حاضر يا هنا. ايمان عادل، هاي شيف نونا بحبك جدا، لو سمحتي لي لما بعمل الكيكه بتطلع حلوه وقلبها ابيض بس المشكله بتبقى مايله، وعلى فكره الشبكه مظبوطه، ايه المشكله؟ قلنا قبل كده يا هنا ان احنا لما بنيجي نعمل كيك او بنعمل كب كيك او اي حاجه انا عارفه ومتاكده ان الشبكه اللي في النص مظبوطه، بس تعالي من فوق وحطي صاج. لو عندك شبكه من الفرن الثانيه حطيها وحطي عليها صاج. الصاج دوت بيوزع الحراره بتاعت الفرن على الكيكايه كلها علشان تطلع مظبوطه ومتساويه من كل الجوانب ما تبقاش مايله. ساعات كده لما بنيجي نعمل كب كيك او كيكايه بنطلعها والفرن بتاعنا مظبوط وكل حاجه، نلاقيها مايله طالعه من النص، فيها حاجه مش مظبوطه كده بتخلينا نلف حوالين نفسنا، فنحط الصاج على الوش عشان تطلع معانا مظبوطه والحراره تتوزع كويس. انا بحبك قوي يا شيف نونا وعايزه اعمل طريقه البسيسه ويا ريت تردي عليا ضروري. البسيسه موجوده معانا يا ايه؟ معانا. طب ماشي تمام هتنزل لك، حاضر عينيا الاثنين. ام احمد وحنين بتقول نفسي في منيو طول الاسبوع ويبقى فيه مره واحده لحوم علشان الواحد زهق من قوله هناكل ايه بكره، وشكرا ليكي يا قلبي. عينيا الاثنين، حاضر والله دي كانت فكره في دماغي بس لسه ان شاء الله اعرضها على مستر محمود، ان احنا نيجي في اول الاسبوع نقول لكم او انزل لكم كده على الشاشه او على حاجه مكتوبه جنبنا بورده او سبوره صغننه كده عليها المكونات بتاعه الاسبوع بتاعتنا او المنيو بتاعنا بتاع الاسبوع علشان تبقوا عارفين ايه اللي هتعملوه، واوفر عليكم الحيره بتاعت هناكل ايه كل يوم دي. موجوده والله الفكره في دماغي يا ام احمد وحنين. عينيا الاثنين، حاضر مستر محمود بس يوافق عليها، وعينيا الاثنين ليكوا انتوا تامروا وانا انفذ. تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. مامي جوري بتقول تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه يا شيف نونا، بعد اذنك عاوزه طريقه الحمام الكذاب. بصي يا ام جوري، الحمام الكذاب اعوذ بالله من كلمه انا، بس انا بحب اتبل الفراخ الاول قبل ما ابدا ان انا احشيها. الحشوه تتبيلتها حاجه والفراخ تتبيلتها حاجه ثانيه خالص. بنجيب الورك، هعمل لكم ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بدون مقاطعه اول الاسبوع الجاي، هوريكم ازاي نخلي الورك علشان نعمله حمام كذاب، وهنعمله مع بعض باذن الله يوم السبت.
بتبل الفراخ الاول بخليها كويس قوي، يا اما انت لو هتجيبيها من عند الفرارجي مخلي خير وبركه لو انت مش هتعرفي تخليه في البيت. وبمسك الفراخ بجيب الاول بصلايه اغسلها كويس جدا على الناشف، حتى لو وراكه مخليه انا عندي وسواس شويه قوي من حته النظافه دي، بغسلها بدقيق على الناشف برجع اشطفها كذا مره، وبعد كده اصفيها في مصفى تنزل كل الميه اللي فيها. وبعد كده ببدا ان انا اشوف هعملها ازاي. بجيب بصلايه كبيره وابصرها او بفرمها ناعم، واحط معاها ملح وفلفل اسود وعصره ليمون، يا اما لو ما عنديش عصره ليمون بحط معلقه خل صغيره، وادعكها كويس جدا قوي، وطماطميه مبشوره، وممكن احط كمان شويه بهارات مع البصلايه نفسها، وابدا ان انا امسك الفراخ اتبلها من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، واخليها كلها شاربه من التتبيله، وانقعها فيها شويه قبل ما ابدا ان انا احشي خالص. بعد كده بجيب الرز بتاعنا بغسله وبصفيه، ما بنقعهوش في ميه علشان ياخد التسويه بتاعت الفراخ، ما يبقاش معجن معايا، وابدا ان انا اعمل له التتبيله بتاعت الحشوه. بتبقى عباره عن ايه؟ بحط على النار شويه زيت سندباد او شويه زبده، وبروح حاطه معاهم بصلايه تتدبل معايا، بحط فص ثوم واحد مش كتير، بدبلهم مع بعض. نعم حاضر حاضر. الكيكايه مطلوبه مننا الكيكايه. طب اخلص الحمام، اخلص الحمام. الحشوه بعد كده بتبدا تدبل البصلايه مع فص الثوم، بحط سنه كزبره معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره كده على طرف الكيكايه، وببدا بعد كده ان انا ادبلها كويس قوي واتبلها معايا، وبعد كده اروح حاطه الرز، واحط ممكن كمان طماطمايه مبشوره كمان معانا، وبعد كده احط الرز. يا دوب تشويحه بسيطه، ما بسويش الرز، تشويحه بسيطه كده مع التوابل بتاعتنا، واسيبه يبرد، وبعد كده ابدا ان انا احشي بيه والفه في ورق زبده او استرتش، وبعد كده الفه في فويل وابدا ان انا اسويه. انا ما بحبش حته ان انا اقفله بخله دي بصراحه، لا كل واحده بوحدتها كده بتطلع معايا زي الفل. ده الحمام الكداب. الطلب مننا فجالنا تليفون وقطع بعد ما خدناه، كانت عايزه تعرف احنا عملنا الكيكايه بتاعتنا دي ازاي النهارده. الكيكايه بتاعتنا النهارده عملناها باربع مكونات، وعملناها بالشوكولاته اسبريد من دريم. عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها كوبايه من الدقيق، وعملنا فيها باكت كامل من البيكنج باودر، ومعانا كمان اربع بيضات ومعلقتين او ثلاثه قرفه. بعديها حطينا معاهم اربع معالق كبار من اسبريد دريم، خلطنا البيض مع الشوكولاته، وبعد كده رحنا نخلين الدقيق مع البيكنج باودر مع القرفه، وحطيناهم على بعض وضربناهم كويس قوي مع بعض، ومسكنا قالب ده حطينا فيه ورق زبده وحطينا فيه الكيكايه بتاعتنا. عملناها في الفرن على درجه حراره 180 في فرن متوسط لمده من 20 ل 25 دقيقه، وبتطلع معانا بالشكل ده. تعالوا كده نشوف شكلها من جوه عامل ازاي، علشان لو انتوا عايزين تاكلوها من غير، بصوا لو عايزين تاكلوها من غير ما تعملوها تورتايه، بصوا عامله ازاي ريحه القرفه وريحه السبريد اللي بالبندق طالعه في منتهى الجمال. شكل الكيكايه بتاعتنا دي، كانت الكيكايه بتاعتنا وعملناها طبعا طبقات، وحطينا في وسطها كريمه لبنه. تعالوا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل اشوف مقادير، لو مقادير الماسك بتاع الايدين او السكراب بتاع الايدين علشان التفتيح وعلشان الشغل البيت والهلكه بتاعته موجود، هنرجع نعمله مع بعض ونشوف مقاديره عباره عن ايه، ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. شويه صغيرين راجعين، اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنيكم. رجعنا من الفاصل، جبنا المقادير بتاعت، قلنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ماسك للايدين علشان نحافظ على تطريتها وعلى تفتيحها، وحتى لو في مثلا تغيير في لون الجلد شويه، المواظبه على الماسك دوت بيخلينا ان احنا دايما اللون يرجع طبيعي. هنعمله امتى؟ هنعمله بالليل قبل ما ننام، علشان ما يبقاش ان احنا عملناه علشان عايزين نستفاد بيه الفتره اللي احنا نايمين فيها. اهم حاجه المواظبه كل يوم بالليل. المواضيع سهله جدا، مقاديره ايه؟ عايزه كوبايه، اسفه، معلقه بن اهي، بن من اللي هو البن بتاعنا اللي بنشربه، وادي عليه معلقه من السكر
وادي ده الليمون، عصره نص ليمونه كده بالشكل ده، ومعايا معلقه صغيره من زيت اللوز. زيت لوز، ما عنديش زيت لوز يا نونا اعمل ايه؟ ممكن نحط زيت زيتون علشان يدينا تطريه لايدينا كويس قوي، بس زيت اللوز بيتباع عند اي عطار ما فيهاش اي مشكله خالص. بصوا كده، اللي بشرتها حساسه ممكن ما تحطش الليمون وتحط مكانه عسل نحل. بصوا كده بقى خليط تقيل في ايدينا، تمام. وبعد كده نعمل ايه؟ بسم الله، بنمسك ايدينا كده اهي بعد ما بنغسلها كويس قوي بننشفها، بروح واخده من الخليط ده كده واعمل كده. بصوا كده بالشكل ده كده، وبين صوابعي كده. وبصوا اما اجي في الكسرات بتاعه الصباع كده اروح عامله كده علشان اعمل الكسرات بتاعه الصوابع دي علشان ما تبقاش هي لون وايدي لون تاني اهو كده. بصوا اللفه بتاعت الايد بتاعتي دي انا كده بشيل طبقه من على الجلد اللي هي مطرح غسيل المواعين، مطرح الشمس، مطرح التنظيف. بصوا كده بالشكل ده كده، واسيبه على ايدي 5 دقايق. بل هل بعد ال5 دقايق بغسله؟ لا، بعد ال5 دقايق مش بغسله. بنلبس عليه كلافز او تحطي كيس ثلاجه على قديكي وتسيبيه 10 دقايق كمان وهو جوه الكيس التلاجة او جوه الجوانتي علشان يدي نتيجة افضل بكتير ليكي. بصوا اهو بيبقى كده 5 دقايق، وبعد كده بتروحي حاطة عليه كيس تلاجة، او لو عندك جوانتيات اللي هي بتتباع في الصيدلية او اللي هي بتتباع عند البياعين اللي بيبيعوا اكياس التلاجة ما فيهاش اي مشكلة، برخيصة. وهتروحي حطاه على قديكي 5 دقايق كمان. لا يا ريس، بالشكل ده كده. بصوا الدعكه دي كده، ولما تيجوا تدعكوا ايديكوا تدعكوها في، بصوا بطريقه دائريه كده علشان تشيلوا كل اللي عليها اهو. لو وظفتي على الماسك ده كده للايدين كل يوم بالليل قبل ما تنامي خلال 3 4 ايام هتحسي بفرق فظيع في لون ايديكي وفي تطريتها وفي لمعانها. بصوا الكسرات اللي هي بتاعت الصباع دي كده، نعمل كده علشان يعني ما بقاش عامله ايدي كده اهو. بصوا الكسرات زي ما هي، لا عامل كده واعمل كده اهو. بصوا كده، تعالوا الاول دلوقتي اغسله، انا مش هقعد بيه اكتر من كده طبعا عشان اوريه لكم، بس المفروض ان احنا بنقعد بيه 5 دقايق وبعد كده نحطه في كيس ثلاجه او في جوانتي علشان تشوفوا النتيجه بتاعته هتبقى عامله ازاي. وانتوا بتعملوه وبتدعكوا بايديكوا يبقى في طريقه بطريقه دائريه. بصوا بصوا دي عندي معني الاثنين ايديا. بصوا دي شكلها عامل ازاي ودي شكلها عامل ازاي. تخيلوا بقى لما انتوا تعملوا الموضوع دوت كل يوم بالليل وتناموا بيه لمده 3 4 ايام كده، ومش معنى ان انتوا 3 4 ايام ولقيتوها فتحت ولقيتوها ما شاء الله وردت بالشكل ده كده وبقت ناعمه وطريه تلغوا الموضوع، لا كملوه علشان تفضلوا بيها بالشكل ده كده. ومش للايدين بس، انتوا ممكن كمان تعملوه. بصوا دي ايدي اللي هي الطبيعيه ودي اللي احنا لسه عاملينها. بصوا فرق اللون في ساعتها ازاي، بس انا علشان متعوده عليه فالموضوع بالنسبه لي مش هتحسوا بالفرق بتاعه قوي. بصوا ممكن نعمله لوشنا، ممكن نعمله لرجلينا، في ناس كتير قوي ما بتعرفش تلبس حاجات مقفوله فدايما بتلبس حاجات مفتوحه وبتتعرض للتراب وبتتعرض للشمس، ودي حاجه برضو بتتعبهم. تعملوه تدعكوا بالرجل كويس قوي، وقبل ما تناموا سيبوه 10 دقائق كده وروحوا حاطين فيه كيس، اقعدوا 10 دقائق وبعد كده اغسلوا رجليكم. وقبل ما تناموا خدوها قاعده مني والله العظيم، الكريمات المرطبه اي نوع انت عايزاه هيبقى معاكي كويس قوي، حته على وشك. هقول لكم على حاجه كانت سر تيتا الله يرحمها بتعمله والله العظيم لحد ما ربنا افتكرها الله يرحمها، او ربنا راح استرد امانته. كانت الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها يا رب ويحسن اليها، يوم الغسل بتاعها يعني هي ميته عندها حاجه و70 سنه او ازيد من حاجه و70 سنه، وشها ما شاء الله عليه مفيش التجاعيد اللي عند العين دي، مفيش كله مفرود. الله يرحمها يا رب الله يرحمها الله يرحمها مفرود. كانت بتعمل ايه؟
ولا كانت بتستعمل كريم ولا كانت بتستعمل الكلام ده كله خالص. الستات بتوعنا بتوع زمان دول الله يبارك في عمرهم والله يرحمهم لو ربنا كان خد امانته، كانت بتعمل ايه؟ وش الزبادي البلدي بتاعنا ده كل يوم بالليل طول ما هي قاعده كانت بتعمل حاجه زي كده، او قبل ما تنام ده اساسي، وطول النهار زي الموضوع كل ما تخش المطبخ وتفتكر كده، كل ما تقف قدام المرايه تعمل الموضوع. الزبادي البلدي بتاعنا ده تروح واخده الوش بتاعه تروح دهناه على وشها، الوش بتاعه يتشرب، وشها يشرب الوش بتاع الزبادي. عندها حته كريمه ماشي، عندهاش بصوا بقى كانت بتعمل ايه، السمنه البلدي بتاعتنا، السمنه البلدي بتاعت اهالينا اللي بياكلوها دي، كانت تاخد منها حته تدهن بيها ايديها وتدهن بيها وشها. بصوا الله اكبر عليها، كانت تبقى قاعده كده ولا بتحط ميك اب ولا بتحط اي حاجه خالص ولا بتحتاج اي حاجه في وشها، الله اكبر عليها كان وشها يبقى عامل زي البدر المنور بيلمع. انتوا ما تعرفوش هو بيلمع ازاي وهي مش حاطه حاجه، بس من كتر ما هي قاعده حته الزبادي حته كريم حته سمنه بلدي على وشها وعلى ايديها، تحسوا ان هي بتبرق يعني بتشف وبترف زي ما بيقولوا كده. فجربوه، احنا خلاص خلصنا، جربوه بيدي نعومه حلوه قوي وبيدي لون حلو جدا. جربوه كل يوم بالليل قبل ما تناموا علشان ما يبقاش لسه هتغسلوا مواعين او يبقى يخش ايديكوا اي تراب او الكلام ده كله، بيدي نتيجه في منتهى الجمال ولايديكوا ولوشكوا حلو جدا ان شاء الله. جربوه ويعجبكم باذن الله. تعالوا بقى قبل ما نقطع، طب اديني دقيقه يا حمدي اقطع بس حته التورتايه نشوف شكلها من جوه وطبقاتها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اقطع التورتايه ونختم على طول عشان يبقوا شافوا كمان شكلها من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايدك معانا يا رب. بسم الله، بصوا كده انا هحاول اخد مربعين من دي ومربعين من دي. بسم الله، ايدك معانا يا رب. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. بصوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله عليها. اللي ربنا سنده ما بيقعش يا حمدي. شكرا يا فوكس. بص شكلها، ادي شكلها اهو من جوه، وادي شكلها من على الوش عامله ازاي، وادي شكلها لو هتاكلوها من غير تزيين ومن غير كريمه خالص. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا بيها سواء من الكيكايه او من التورتايه او من الماسك اللي عملناه لايدينا. حقكم علينا انا ما نزلتش مقادير، بس يعني متهيالي اللي انا قلته والماسك اللي انا عملته ده هيفيد ناس كتير ان شاء الله باذن الله، يجيب معاهم نتيجه حلوه باذن الله. بكره ان شاء الله التلات عندنا ايه يا ايه؟ عندنا ايه بكره؟ هيا بكره اجازه. عندنا ايه بكره؟ لا احنا عندنا بكره، عندنا بكره كيكه القهوه، تمام. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا رب، ما ينفعش مفاجاه انا عشان يبداوا يجهزوا من النهارده. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا رب. بكره ان شاء الله طلعه رجب او اول رجب، ربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب دايما، ودايما بيوتكم مليانه بالخير وعمرانه بحسكم بوجودكم يا رب. بكره متعودين عندنا في البيت ان احنا في طلعه رجب او في اول رجب بيبقى بالنسبه لنا حاجه او دخلت خير علينا، طبعا بعده شهر شعبان وشهر رمضان، ربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. فامي ربنا يديها الصحه يا رب، بتبقى معروف ان طلعه رجب بتعمل حاجه حلوه، وامي ما عندهاش احلى من الرز بلبن، بنعمل رز بلبن وبنفرقه على كل حبايبنا، على اللي في البيت، على جيراننا، على اللي في الشارع، بنعمل علب وبنوزعها دي كده، وبنقول للناس كل سنه وانتم طيبين. عاده يمكن اختفت، بس بكره ان شاء الله هنبدا نحيي العاده دي تاني ونعمل رز بلبن بمناسبه طلعه رجب ان شاء الله. وعندنا هنعمل كيك القهوه بطريقه حلوه جدا، هنستخدم فيها صوص الكراميل اللي انا نزلت الفيديو بتاعه امبارح، هنعمله بكره ان شاء الله. وهنعمل كمان رقاق بشكل مختلف جدا 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 وجديد ان شاء الله ينور رضاكم. هسيبكم بقى من النهارده لبكره في حفظ الله، بيتجدد لقاءنا 10 الصبح، واللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا النهارده بيقدر يتابعنا باذن الله الساعه 10 بالليل. هسيبكم في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم.